امبارح تفقدت دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مضمار الهجن العربية بمدينة شرم الشيخ وساحة السفاري في إطار دعمها وتشجيعها للسياحة. أعربت الوزيرة خلال جولتها برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن أهمية الاهتمام بسياحة السفاري والسياحة الثقافية لجذب السياح العرب. كمان أشارت إلى ضرورة الاهتمام برياضات الهجن العربية في المنطقة وإحياء تراث البدو القديم. كمان حرصت الوزيرة على تناول القهوة العربية زي ما احنا شايفين دعما للسياحة وتراث المنطقة، وحرصت الوزيرة على تشجيع كمان بعض الأطفال بمن يقودون الجمال المخصصة للسباقات في المنطقة. زيارة موفقة ومهمة وجزء مهم جدا محتاجين نركز عليه لإحياء تراث البدو مرة تانية. وسينا صحيح، وما شاء الله هي بصراحة الدكتورة سحر نصر وزيرة نشيطة جدا، يعني في كل أخبارنا وفي كل نشراتنا دايما مترأسها في كذا خبر.